هذا وقد استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم سعادة الدكتور أحمد نايف رشيد الدلمي سفير جمهورية العراق لدى مملكة البحرين، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في المملكة. خلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز من جهود التنمية في البلدين، وعبر سموه عن تقديره للجهود الطيبة التي بذلها السفير العراقي الدكتور أحمد نايف رشيد الدلمي خلال فترة عمله لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، متمنيا سموه لجمهورية العراق ولشعبها مزيدا من الاستقرار والتقدم، وللسفير التوفيق في مهامه المقبلة. من جانبه أعرب السفير أحمد نايف الدلمي عن امتنانه وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وحكومته الموقرة لما لمسه من اهتمام وتعاون أسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين، متمنيا لمملكة البحرين ولشعبها مزيدا من الرخاء والازدهار.